طب توقعاتك ليه سيناريو المباراة بكرة؟ لا ما حدش يقدر يتوقع سيناريو المباراة، بس اللي المفترض ان احنا نعمله ان الاهلي يهتم بشكل كبير جدا بتقفيل الناحية الدفاعية نص الملعب. لازم رأيي وجهة نظري ان لازم موسيماني يلعب بثلاثة ديفندر او بثلاثة في وسط الملعب، السولية وحمدي فتحي واليو ديانج، لانه انت عندك يعني نجوم فظيعة في بايرن ميونخ زي فاندوفسكي، ده محتاج اتنين تلاتة لوحده يمسكوه. لازم التزام كبير في الناحية الدفاعية، هتعتمد بشكل كبير على الهجمات الخاطفة او الهجمات السريعة. واعتقد ان من وجهة نظري يعني، او انا شايف لو انا اللي مكان موسيماني دلوقتي، انا لازم اعتمد بشكل كبير على محمود كهربا في المباراة دي، واعتقد ان هو ريحه في المباراة الاخيرة لاحتمالية ان هو يلعب في المباراة زي كده، لانه انت هيبقى عندك فرص الهجمات السريعة، لانه اكيد بايرن هيضغطك من البداية، فانت هتبقى في موضع الدفاع والهجمات المرتدة هي اللي هتعمل معاك الفارق. وبواليا لسه مش موافق، وكهربا بيقدر ياخد الكرة ويجري سريع جدا مع طاهر، محمد طاهر لو شارك يعني. متوقع انه تشكيل النادي الاهلي هيختلف عن مباراته امام الدحيل، خاصه في النص الامامي او الخط الهجومي؟ لا اعتقد انه كمان في الخط الخلفي، لانه الاربعه اللي ورا ما فيش خلاف عليهم، هاني وايمن اشرف وبدر بنون وعلي معلول، ما فيش خلاف عليهم. طبعا الشناوي، انا اعتقد التغيير هيبقى في وسط الملعب بنزول اليو ديانج من بدايه المباراه، يبقى ثلاثه ديفندر وتلعب قدام بقفشه وطاهر محمد طاهر، واللي انا وجهه نظري فيه انه هيلعب بكهربا مهاجم، مش هيبدا بحسين الشحات يعني، ممكن حسين، لكن ورقه رابحه في الشوط الثاني مثلا. وعندك بواليا كمان، وعندك مروان محسن، وعندك اسماء كتيره، لكن انا شايف ان كهربا دوره هيبقى افضل في المباراه دي، لان هو سريع وبيقدر يجري بالكوره. وبايرن نقطة ضعفهم الوحيدة هي خط دفاعهم، يعني إذا قلنا عايز أسألك هم ليه عندهم نقطة ضعف؟ يعني بعد الكلام اللي قلته بيكسبوا برشلونة بسكور كبير، بيكسبوا تشيلسي وفرق أوروبية ليها اسمها بسكور كبير، فهل عندهم نقطة ضعف؟ هل موسيماني بيفكر إزاي يخترق أو إزاي إن هو يلعب على نقطة ضعف ربما تكون موجودة في بايرن ميونخ؟ هو احنا من خلال متابعتنا كصحفيين وبنشتغل على الكرة العالمية، بنشوف ان بايرن ميونخ مع الاندية اللي بيواجهها عنده مشكلة في الحتة الدفاعية. لكن هل ده هيبقى موجود قدام النادي الاهلي او الليفل بتاعنا؟ الله اعلم. لكن هو عنده خط امامي ناري يعني، لروي ساني، ليفاندوفسكي، قول بقى وانت عايز يعني زي ما انت عايز. فالمشكلة كلها في ان انت ما يدخلش فيك هدف، يعني طول ما النتيجة تعادل مفيش اي مشكله، انت 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 الثقه بتاعت لعيبك هتزيد، رجليك هتثبتها في الارض، هتقدر تعمل حاجه. انت متوقع ان النادي الاهلي يلعب بخطه دفاعيه اكتر ويلعب على كاونتر اتاك اكتر ما يبقى فاتح هجومه او يعني فاتح الملعب اكتر؟ لو ما عملش كده تبقى في مشكله يعني. يعني انت مش بتلعب فريق درجه ثالثه، انت بتلعب بايرن ميونخ بطل اوروبا، فريق يعني، فلازم يبقى في تامين دفاعي بنسبه اكبر من الهجوم. على العموم كلنا طبعا منتظرين الاهلي بكره، مباراه مرتقبه، مباراه كل انظار الكوره العربيه والعالميه كلها هتبقى يعني بتشاهد المباراه. بايرن يعني قدم النادي الاهلي من خلال منشوراته او بياناته بشكل يليق بنادي القرن وبطل افريقيا، فان شاء الله تبقى مباراه ترتقي للمستوى اللي احنا اتعودنا عليه من النادي الاهلي، ونشوف مباراه ان شاء الله نشجعهم ايا كانت النتيجه، لان هم وصولهم لقبل النهائي هو في حد ذاته انجاز ومحترم. وخلينا نقول انه ان شاء الله يعني يطلعوا بشكل طيب وبنتيجه ايجابيه ايا كانت النتيجه، يقدموا صوره كويسه للكره المصريه.